يصاب بعض الأشخاص فجأة باحمرار في العين، وتظهر عدة خطوط وردية أو حمراء متعرجة في المنطقة البيضاء في العين، وفي بعض الأحيان يشير إلى الإصابة بمشكلة صحية في القزحية أو القرنية. يظهر احمرار العين عند تمدد الأوعية الدموية الدقيقة الموجودة بين الصلبة والملتحمة الصافية للعين، ويمكن أن تتورم هذه الأوعية الدموية الصغيرة التي عادة ما تكون غير مرئية بسبب مشاكل في العين، وتتوسع هذه الأوعية على سطح العين مسببة الاحمرار. وتتسبب بعض الأمراض في الإصابة باحمرار العين، وأبرزها جفاف العين وحساسية العين والتهاب الملتحمة أو العين الوردية، بالإضافة إلى أسباب أخرى مثل ارتداء العدسات اللاصقة لفترة طويلة أو الإصابة بصدمة العين. وتتمثل أعراض احمرار العين بتهيج وحرقة العين والشعور بجفاف وألم شديد وإفراز الدموع، وأحياناً الإصابة بحساسية للضوء أي عدم القدرة على الجلوس في غرفة مضيئة، وكذلك الإصابة بضبابية الرؤية. وفي مثل هذه الحالة لابد من زيارة الطبيب العيون، خاصة إذا كانت العين شديدة الإحمرار، كما وينصح باستخدام قطرات لحساسية العين لتقليل حجم الأوعية الدموية، ولكن تحت استشارة الطبيب، لأن بعض القطرات تسبب تقلص شديد في الأوعية الدموية، ويمكن استخدام قطرات مرطبة للعين لتحسين الرؤية وعلاج الجفاف.